وزعت صباح اليوم الإغاثة الإسلامية بالتعاون مع المنظمة من أجل الإغاثة وتنمية المرأة التشادية لحوم الأضحية لذوي الاحتياجات الخاصة والطبقات الضعيفة في المجتمع. تقرير محمد حسن أدا. في إطار المساعدات الإنسانية والخدمات الاجتماعية، جاءت مناسبة توزيع اللحوم للمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة من قبل منظمة الإغاثة الإسلامية وبالتعاون مع المنظمة من أجل الإغاثة وتنمية المرأة التشادية، وذلك بهدف مشاركة الشرائح الضعيفة من طبقات المجتمع فرحة عيد الأضحى المبارك. في هذا العيد المبارك الإغاثة الإسلامية حتذبح أكثر من 2633 ثور، منها حوالي 1600 بمجمينة و 540 بمدم و 430 بقوري. بدورها رئيسة المنظمة من أجل الإغاثة وتنمية المرأة التشادية، أكدت بأن هذه المناسبة تدخل ضمن نشاطات المنظمة التي تنصب في صالح تحسين الحياة المعيشية للسكان. ونقسم للصدقة لأي التشادين، الناس المحتاجين التعبانين، الناس اللي عندهم ما عندهم رجلينهم، وناس الأميانين والأوين والناس الضعاف ما عندهم قدرة دول كانوا يتقسموا لهم. ونشكر الريليف الإسلامي، هم ساعدونا بأكثر وقت، أي وقت هم بيساعدونا أن يقسموا للناس المحتاجين ده. المستفيدون من ناهيتهم قدموا شكرهم للمنظمتين لوقوفهما الدائم بجانب المحتاجين في مختلف المناسبات والأوقات الصعبة، ونشيروا إلى أن الإغاثة الإسلامية وشركائها قدموا الأبقار بهدف توزيع لحومها للمحتاجين في شتى أحياء العاصمة أنجمينة. في ذات السياق، قدمت منظمة الإنسانية أولا لحوم الأضاحي للإخوة العايدين من جمهورية أفريقيا الوسطى في مخيم قوي بالدائرة الثامنة، وكذا بالدائرة الأولى بحضور مسؤول منظمة الإنسانية أولا. تقرير عبدالله هارون برمة. بالجملة 28 رأس من البقر و105 من الأغنام قدمتها منظمة الإنسانية أولا بالتعاون مع الحكومة التشادية، وذلك بهدف توزيع لحوم الأضحية لصالح الضعفاء والمحتاجين في كل من حي فرشة، بالإضافة إلى العايدين من جمهورية إفريقيا الوسطى في مقيم قوي. وتأتي هذه البادرة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بغية تقاسم الفرحة ورسم الابتسامة في قلوب هؤلاء الضعفاء. هذا ما أكده ممثل منظمة الإنسانية أولا. المنظمة جاءت المرة الأولى والمرة الثانية وهذه المرة الثالثة كما ترون، والحمد لله نوزع بكمية أكثر لهؤلاء العائدين من إفريقيا الوسطى. وقد وجدت هذه اللفتة الإنسانية شكرا خاصا من المستفيدين لمنظمة الإنسانية أولا. فرحين جدا ومتشرفين بالإخوة منظمة يومانيتي فرس أنا ده. يعني هذه ليست المرة الأولى واليارت في الإخوة التعبانين والمساكين في المخيم، ونحن باسم الإخوة هنا في المخيم نقدم لهم الشكر الجزيل. ونذكر بأن منظمة الإنسانية أولا هي منظمة كندية تعمل في مجال الخدمة الإنسانية والوقوف مع الفقراء والمساكين وذوي الاحتياجات الخاصة.